السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا ريت تعمل لايك حالا للفيديو، اللي بيتابعنا لاول مره يشترك معانا بالقناه، وما تنسوش تعملوا متابعه او فولو لصفحتنا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر. هسيب لحضراتكم اللينك في الوصف اسفل الفيديو. بقالنا يومين ثلاثه في حاله من التزوير والفبركه لبعض الشخصيات، منهم مثلا عمرو محب اللي اعلن بالامس من خلال صفحته والنادي الاهلي، كمان موقع النادي الاهلي الرسمي، والراجل طلع من خلال صفحته على تويتر عمرو محب فيديو قال لك ان صفحتي على فيسبوك اتسرقت. ومن وقتها او قبلها في بعض الناس كتبوا فبركوا اخبار منسوبه لعمرو محب. عمرو محب المفروض ان هو مترجم في النادي الاهلي، ملوش اي تخصصات ثانيه نهائي ولا له علاقه بالاداره، هو بيقعد وسيط ما بين اللعيبه وبيتس وتسيماني وبيتس وتسيماني والخطيب وهكذا يعني. فبيقول لك ايه التغريده المفبركه لعمرو محب، قال لك المستفيد الاول من، طبعا عارفين منهم مين النادي او اتباع النادي للاسف الشديد اصبح تابعيه او مشجعيه او المنتمين لهذا النادي قمه في السفاله للاسف الشديد، وقمة في التضليل وقمة في الكذب. مش قادر تاخد بطولة، مش قادر تحقق انتصار، فبتحاول تشوه الآخرين يعني. قال لك التويتة اللي هو مفبركين عمرو، بيقول لك المستفيد الأول من عودة العلاقات المصرية القطرية الكابتن محمود الخطيب والعلاقات مع رجال الأعمال القطريين لدعم النادي. وهو بيقول لك بقى أعلن تقديم استقالتي، فقد استخرت الله في هذا القرار، لأن ما يفعله النادي الأهلي من دفع مستحقات للحكام أمر غير جيد، ونتراجع أو تتراجع الكرة المصرية. النادي أنت نستمع الأهلي اللي في ضربة جزاء ما بتحسبش ليه، وبيتحسب ليه هدف غير شرعي يعني في خطأ في تطبيق القانون في آخر مباراة مباراة أسوان، هو اللي بيدفع الحكام. الرياضة المصرية بقيادة الدكتور أشرف صبحي في تراجع هذا الوزير، عقد اتفاق مع الكابتن محمود الخطيب وخرج مرتضى وحسن مع مصطفى، يعني عقد اتفاق مع الكابتن الخطيب وفرج عامر وحسن مصطفى قبل لقاء افريقيا، واستقروا على تزوير عينات لاعبي الزمالك بالاتفاق مع موسيماني باستبعاد لاعبين من والله التاثير على اللقاء. وتحس ان هو يعني ده لو واحد زملكاوي مش هيكذب الكلام ده يعني. قال لك وتم ايضا اتفاق على استبعاد الحكم رضوان جيد والاستعانه بالحكم مصطفى غربالي الذي تقاضى 10 ملايين جنيه في مقابل عدم احتساب ضربات جزاء الزمالك بعد 10 مليون جنيه. الراجل عشان مثلا ده، طب هو كان في ضربات جزاء؟ هو كان في حاجه ضربات ايه يا اخوانا في ايه؟ ثم رضوان جيد، ما رضوان جيد اللي كان على الفار بعدها وطلعت تقول له رضوان جيد دلوقتي بقى كويس، طب بعد مباراه النادي الاهلي اللي كسبها في كذا شيء قال لك رضوان جيد والاهلي من مصطفى غربال ومهدي عبيده بقى ده، انتوا ربنا معاه ربنا يشفيكم. احتساب ضربات جزاء للزمالك بعلم الوزير واتفقوا على رحيل مجلس مرتضى منصور لانه يهدد مجلس الاهلي لدوره انتخابيه جديده. الرياضه في مصر في طريقها للايقاف من الفيفا. يا راجل والله ده ما خبر مفبرك على لسان. طيب الانكت من كده بقى، ضربوا تغريده مفبركه للدكتور علاء صابي، وللاسف الشديد بعض الاعلاميين الزملكاويه تناقلوها وهجموا علاء صادق وبيشوهوه وبيهيئوا وهجموا جمهور النادي الاهلي اللي بيحب يسمع تعليقات الدكتور علاء صادق. كاتبين ايه بقى؟ قال لك ده الكلام اللي كنت بقول عليه من شويه، ده ناسبين هذه التغريده للدكتور علاء صادق اللي ملهاش اي اساس من الصحه. قال لك ده الكلام اللي كنت بقول عليه من شويه في اللايف، مفيش حد يكسر عين الاهلي، بيان قوي ولازم جماهير النادي الاهلي تقف جنب كابتن الخطيب حتى لو في النزول للشارع، حق نادينا مش هيضيع. بعض الزمالكا زي شادي عيسى خد الكلام، الراجل بيحرض على المظاهرات، لو كان تعب نفسه شادي عيسى بثلاثه تعريفه بحث دخل على حساب الدكتور علاء صادق ما كانش هيلاقي اي اساس لهذه التغريدات، لكن هو تداوله وبعد كده راح حذفها لما الدكتور علاء صادق بقى رد يوجع شادي عيسى يعني. طبعا الدكتور علاء صادق قال لك ايه، اولا انا بقى لي فتره ما بعملش لايف دكتور علاء صادق، تاني لان اللي عمل الفبركه مش متابعني فبقى لي فتره ما بعملش لايف.
ثم مشان انه يكتب لازم جماهير النادي الاهلي تقف، يعني اخطاء في اللغه العربيه، هو التغريده المباراه مكتوبه ت واو قاف ف، دكتور على مشان يكتب تقف تقف ت قاف ف صح بتاعها، مشان انه يكتب كده. فطبعا هاجم طبعا الاستاذ الدكتور علاء صادق، هاجم شادي عيسى، قال لك الدكتور علاء صادق بيوجه كلام الى اصحاب القلوب الرحيمه، بنتنا شاديه اخت ابراهيم عيسى مريضه جدا، ارتفاع في ضغط الدم والتهابات جلديه حاده وحرقان في الزور واكتئاب شديد ورغبه في الاكل والشرب والنوم، مطلوب فورا ادويه مهدئات مراهم كريمات للاخت شاديه. ده كلام الدكتور علاء صادق ردا على كلام شادي عيسى واتهامه للدكتور علاء صادق ان هو عاوز بيحرك الشارع وعاوز يعمل فتنه وعاوز يعمل مش عارف ايه بتغريده. قلت لو كان تعب شويه يا شادي عيسى كانش لها اي اساس من الصحه يعني. فطبعا بعض جماهير النادي الاهلي اللي بتحب او يعني شايف الدكتور علاء صادق من افضل، وانا واحد منهم يعني، شايف دكتور من افضل الناس في الموسوعه الرياضيه، طبعا بتفق معاه في امور كثيره واختلف في امور اخرى يعني. فشادي عيسى الاعلامي اللي المفروض كان على قناه نادي الزمالك شغال في اعلام المصريين وخدوه يبقى اعلامي يؤدي برنامج في الاذاعه، بيقول لك ايه الاستاذ المحترم، بيقول لك في طبعا شوف هو بيسيء، تعالوا نسمع، قال لك في حمار في اخر الصف لمؤاخذه، انا بقول لمؤاخذه هو ما قالش لمؤاخذه يعني. ايوه هو انت فعلا يا اللي هتكتب تعليق على التويته دي، يا ترى كم حمار من الحمير الملونه بلون لا داعي اذكره هيعلق بلون لا داعي اذكره، شفت بقى. فطبعا طب حضرتك اي واحد، انت حضرتك زملكاوي ممكن واحد يساندك من جماهير الزمالك يبقى حمار برضه اللي هيعلق على التويته، تقول ايه يا اللي هتكتب تعليق على التويته دي، يعني اي واحد زملكاوي مش هيعلق ليك يعني؟ طب لو واحد زملكاوي علق يبقى حمار مثلا؟ عارف ان في حمار نفسه يعلق بس خايف انه يكون حمار المطلوب انه يعلق. والله هذا هو ثقافه الناس اللي بيديروا الاعلام وشغالين في قنوات محايده واذاعات محايده اللي هي اون تايم، اللي بيقول لك احنا ولا حد ولا تزحزحنا. طبعا محمد ابو العلا نطلع من خلال الغندور يستلمنا محمد ابو العلا، محمد ابو العلا بيهاجم برضو احمد مجاهد، احمد مجاهد اللي اتمد له 5 شهور اخرى لحد 5 يناير 2022 علشان يكمل المهام، ايه المهام بتاعته؟ حته لائحه هتتعمل ما مش عارفين يعملها بقى لنا سنين، وهيخطط للموسم الجديد والدنيا خربانه. فالمهم يعني بيهاجموا على اساس ان في عشوائيه وازاي ماتشات تتاجل وازاي اولمبيات وازاي، طب الفرق اللي شاركت في الاولمبيات او البطوله الاولمبيه ديت هل يعني اللي بيحصل عندهم زي اللي بيحصل عندنا؟ انت جاي يا عم هنا تسال دلوقتي ايه يا عم ابو العلا؟ وازاي والتقله؟ تاجيل ايه؟ طب والناس بتقول لك الزمالك والاهلي واحمد مجاد يرضخ للاهلي وسيد عبد الحفيظ، اولا لا حاجات امور متفقين عليها، ده الاهلي مش هيلعب فتره الا الماتشين اللي كانوا متاجلين له ولعب 3. تاني هام الزمالك ما بيطلبش يلعب ليه؟ وليه الاعلام بتاع الزمالك يقول لك الاهلي واتحاد الكره بيرضخ؟ طب ما تقول ان انا عايز العب، سجل اعتراضك. ما يقدرش يسجل اعتراضه لانه في اتفاق مسبق ما بين الاهلي والزمالك وكل الانديه على ان مفيش لعب فتره الالعاب الاولمبيه، فمفيش عايز واحد بقى يطلع يتفزلك. مهم مش بس كده، محمد ابو العلا هاجم طبعا فرجاني ساسي وقال ان هو رفض يكمل وما ينفعش وما احترمناش والزمالك مش هيسيب حقوقه ويشتكي اللاعب عشان ما كملش الموسم، وللاسف فرجاني مشي من الزمالك وكان المفروض الزمالك يستفيد منه لكن في حاله من التخبط في التعاقدات. ما قلنا الكلام ده، انتوا جايين دلوقتي يقول لك لا تخبط ايه؟ ده فرجاني فضل يثبتكم عشان انتوا ما اديتوش الراجل فلوسه. تقول له فرجاني هيجي والراجل طمنا وبنسبه والدرديب بنسبه 90% فرجاني لا فرجاني ادانا كلمه وقال ان هو مش عارف ايه. يا سيدي بيعه في ال6 شهور دي جيب لك 10 15 مليون انت المستفيد. لا 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 ده يمكن كمان الراجل ياخد فلوس يشتكوه كله فلوس يعني. ثم فرجاني ساسي لما اتصور في تيشيرت الدحيل عامل كده على القلب على تيشيرت الدحيل، تعبت قوي خالد الغندور وقال لك خالد الغندور تعليقا على صوره القلب اللي عملها فرجاني ساسي للدحيل، ده لعيب محترف يعني هي ولاؤه للفريق اللي بيلعب له. الكلام ده قلناه بقالنا سنه، وقلنا فرجاني من سنه ونص بقول فرجاني مش هيجدد نادي الزمالك، اللي يلعب نادي الزمالك في الظروف ومشاكل ومرتضى والفلوس مش هيجدد نادي الزمالك.
ونقول فرجاني محترف مش ابني متقول طلعته، لا 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 ده واحد مننا فرجاني. لا شوفوا ازاي راح للناشئين واداهم مش عارف ايه. شوف لما مصطفى محمد جه وقال لك ندي ايه وعمل ايه، فرجاني مننا واحد مننا، فرجاني ابن بيت عقبه، لا 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 لا. يا راجل يا مؤمن، بعض الناس اتكلموا عن فرجاني ساسي، بداوا يقللوا جمهور الزمالك اللي كان شايفين فرجاني ساسي المايسترو وي وي. فاحد الناس يعني في تقديم نادي دهيل على السوشيال ميديا الفرجاني سياسي، فاحد الناس الزملكاويه داخل يعلق ده بالونه كلام فاضي، اللي كان عامل له قيمه هو طارق حامد. فرد عليه واحد قطري من جمهور الدهيل قال له بالونه بأماره ان انتوا كنتوا عاملين حمله تبرعات علشان تجددوا البالونه لساسي. ايه يا عم فوق شويه، هو الراجل رد يعني انتوا كنتوا عاملين حمله بتضحكوا على مين؟ يعني النهارده كده كده تمام، بكره مش تمام، الراجل ده حلو النهارده. ايه يا عم في ايه؟ في ايه يا اخوان؟ قال ايه؟ قال لا شويه من فرجاني بعد 6 ماتشات مش عاوز يجدد، فامام عاشور جاب جونين، اللي عايز يغور يغور، عندنا امام عاشور. فرجاني رجع جاب جون في اعتقد في المقاولين من على حدود ال 18 كده، التجديد لساسي مطلب اساسي، وبيع فانيليتي وبيع والحاجه تطلع ومعاها الحلق بتاعها ولا معاها يا بلو ازازه عطر مع التاء من 10 سنين. ضرب بكل هذه الامنيات وهذه الاماني، عرض الحائط فرجاني ساسي لم يهتأ. انتوا هيلم قيمه العقد بتاعه شيرينات وبرايز ويستنى بيع فانيلات وبيع مش عارف ايه. يا اخوانا مش كده مش كده. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.